أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا خرجت وسافرت إلى بلادي خارج هذه البلاد يحصل علي اضطهاد لأني أطلقت لحيتي، فهل حلقها أثناء نزولي في الإجازة جائز أم لا؟ لا، ليس جائزا، وعليك الصبر، تبقى لحيتك وتصبر على ما ينالك، لأن هذا من الصبر على الدين وعلى السنة، تصبر وأنت على أجر إن شاء الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، عليك بالصبر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.